مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، وجي معادنا مع الفقرة الأخيرة وهي فقرة الصحافة اللي دايما في حلقاتنا بنناقش وبنحلل المانشيتات اليومية. النهاردة والحقيقة بيسعدنا وبيشرفنا في تحليل الخبر هيكون معانا عبر الهاتف الأستاذ محمد الشافعي الكاتب الصحفي والمؤرخ. صباح الخير أستاذ محمد. صباح الخير يا أستاذ. أهلا بحياتك أستاذ محمد، كل سنة وحياتك طيب وبألف خير يا رب. أنت بخير وكل الأصدقاء بخير وسعادة وسلامة إن شاء الله. يا رب يا رب إن شاء الله. يعني اسمح لنا أستاذ محمد يعني نستفيد من تحليل حضرتك للأخبار، ويعني اسمح لنا نقول أول خبر ونتناقش فيه مع حضرتك. اتفضل. مشاهدينا الخبر الأول معانا، الرئيس السيسي: مصر ترحب بتطوير التعاون الثنائي وتبادل الخبرات مع باكستان. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مخدوم شاه محمود وزير خارجية باكستان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير خارجية باكستان نقل إلى الرئيس السيسي رسالة من نظيره الباكستاني تضمنت دعوة سيادته إلى زيارة دولة باكستان، وذلك في إطار عمق العلاقات التي تجمع بين بلدين والشعبين الصديقين. الحقيقة أستاذ محمد دايما بيكون معانا الأخبار المرتبطة ما بين العلاقات ما بين مصر وما بين دول أخرى، ودايما بنبقى مبسوطين جدا إن بيكون في هذه العلاقات الطيبة الجميلة، سواء حصل تعاون أو يعني ننقل خبرات حتى لبعضنا البعض. ولكن لو حابين نتكلم النهاردة عن باكستان، حابين حضرتك تقول لنا إيه علاقة مصر بباكستان، وهل فعلا ممكن عن القريب يكون في تعاون ما بين البلدين من وجهة نظرك؟ يعني هو الحقيقة مصر بتجمعها عضوية منظمة الدول الإسلامية ومنظمة دول عدم الانحياز بباكستان. لما نبص على عمق العلاقات قديما لم تكن العلاقات قوية بين مصر وباكستان. باكستان كانت في خلال مرحلة الخمسينات والستينات كانت بتدور في فلك السياسة الأمريكية، وكانت جزء من حلف بغداد اللي وقف ضده الزعيم نيوان عبد الناصر وأفشله، اللي هو الحلف اللي كان المفترض أنه بيحاصر الاتحاد السوفيتي القديم من الجنوب. وكانت علاقة مصر في ذلك الوقت علاقة قوية جدا مع الهند. الهند وباكستان طوال الوقت عندهم يعني احتكاكات تصل إلى حد العنف. يعني تعرف أن باكستان كانت جزء من الهند، ثم انفصل الجزء الإسلامي في الهند وأصبح باكستان، وانفصل جزء من باكستان وأصبح بنجلاديش. يعني حصل انقسامين على المسلمين في الهند. بعد ذلك بعد رحيل الرئيس عبد الناصر تحسنت العلاقات المصرية مع أمريكا، وبالتالي تحسنت العلاقات المصرية مع باكستان. ولكن ظلت العلاقات يعني في سنوات ماضية ليست بالعمق المطلوب. باكستان طبعا حضرتك عارف انها دولة نووية، وقيل ايضا وقتها انه يعني كان بيسمى وقتها القنبلة النووية الباكستانية كان اسمها القنبلة النووية الاسلامية وقتها، لانها كان في تدعيم كبير جدا من دول الخليج وخاصة من المملكة العربية السعودية. فعلى اي حال اصبح الان الفرصة متاحة ان يبقى في عندك توازن في علاقاتك بكافة دول العالم، ومنها دولة باكستان اللي زي ما قلت في بداية كلامي بتضمنا معها عضوية المنظمة الدول الإسلامية اللي هي 57 دولة الإسلامية ومنظمة دول العالم حياز. ومصر كان لها دور كبير جدا جدا في انشاء المنظمتين، وان كان دورها طبعا اكبر كثير جدا في انشاء منظمة دول العالم حياز في عام 55 عندما قام الزعيم عبد الناصر ورئيس الوزراء تيتو ورئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو بتدشين هذه المنظمة المهمة اللي تمثل تكتل دول الوسط اللي كان صراع ما بين الشرق والغرب. فأنت لديك فرصة حقيقية لعمل علاقات قوية جدا مع الهند مع باكستان، خاصة انها بتعاني ايضا من نوازع التطرف. هي عندها بعض الجماعات المتطرفة، في عندها بعض
العمليات الارهابيه، فانت التعاون هيبقى فيه تبادل خبرات في هذا المجال. مصر عانت كثيرا من التطرف ومن الارهاب، وباكستان ايضا عانت كثيرا من التطرف والارهاب، فده ملف الحقيقه من الممكن ان يكون هناك فيه تعاون كبير جدا بين الدولتين اللي زي ما اشرنا لم تكن علاقتهم في سابق الوقت قويه جدا، لكن النهارده الظرف الدولي يعني مهم جدا ويتيح بناء علاقات قويه جدا بين مصر وباكستان. يعني فعلا مع حياتك يعني تفاصيل، وفعلا يعني انا بشكر حياتك كمان على انك رجعت لنا بالتاريخ يعني لورا، علشان كمان مشاهدينا يبقوا عارفين يعني تاريخ العلاقات. فطبعا يعني بشكر حياتك على هذه. طيب اسمح لنا يعني ننتقل لخبر اخر مشاهدينا. الخبر اللي معانا بعد كده: مدبولي يتابع المشروع القومي لتطوير القرى. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعه المشروع القومي لتطوير القرى، وجاء اجتماع رئيس الحكومه ضمن مبادره الرئيس حياه كريمه. الحقيقه طبعا استاذ محمد احنا دايما بنؤكد على هذه المبادرات، لان احنا كل ما بيدور وكل ما بيحصل في الدوله من تطوير سواء طرق، كباري، قطاع سكه، حديد، طيران، ايا كان، طبعا ده بيصب في مصلحه المواطن في الاول وفي الاخر بلا شك. ولكن لما نيجي نتكلم عن الشخص ذات نفسه أو الإنسان ذات نفسه، المواطن ذات نفسه، إن احنا ندخل إليه ونشوف احتياجاته ونعيشه حياة كريمة، ده طبعا هو المضمون الجوهري اللي احنا عايزين نوصل له. فيعني حضرتك كلمنا عن مبادرة حياة كريمة، وكلمنا كمان عن تطوير القرى، وكان كمان قبل كده العشوائيات. يعني الحمد لله إن احنا الدولة مهتمية بهذا الصدد. الحقيقه ده مشروع مهم جدا، ومن حسن الحظ يا استاذ يوسف ان انا كتبت مقالتين الاسبوع الماضي والاسبوع قبل الماضي في مجله المصور بعنوان كيف ندعم المشروع العملاق. والحقيقه في ربما عكس كثير جدا من الذين كتبوا عن هذا الموضوع المهم، قدمت للدوله المصريه اكثر من 10 افكار مهمه جدا تساعد في الخروج بهذا المشروع في افضل صور، خاصه اننا لا نبدا من الصفر. القريه المصريه تم دعمها مع ثوره يوليو 52 بقياده الرئيس عبد الناصر، انه بعد ثوره يوليو ب 48 يوم كان في حاجه اسمها قانون الاصلاح الزراعي اللي رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للفلاح المصري في القريه بتمليكه من 3 لـ5 افدنه. وايضا ثوره يوليو بقياده عبد الناصر انشات ما سمي وقتها الوحدات المجمعه، والوحده كانت بتحتوي على 5 اشياء مهمه جدا: الجمعيه الزراعيه والوحده الصحيه والوحده البيطريه والمكتبه والساحه الشعبيه لممارسه الالعاب الرياضيه. المكتبه تحولت الى بيوت وقصور الثقافه عندنا في مصر، اكثر من 570 بيت وقصر ثقافه دلوقتي، و الساحات الشعبيه تحولت الى مراكز الشباب. الافكار اللي انا قدمتها بقى الحقيقه اللي تفيد هذا المشروع بشكل كبير جدا، وانا اعتقد انه حتى الان لم يعني يلتفت احد الى هذه الافكار. اولا يقوم كل الاعلاميين في مصر اللي زي حضرتك واللي زيي واللي بيشتغلوا في الصحف وبيشتغلوا في التلفزيونات بعمل كل واحد فيهم يذهب الى قريته ويقوم بعمل رصد صادق وامين للمشاكل اللي بتعانيها هذه القريه ويقدمها لاداره المشروع. طبعا مهم. اثنين، على الدوله المصريه ان تقوم برصد كافه انواع رجال الاعمال من اول ساويرس وبالعين لحد رجل الاعمال اللي بيتاجر بس في مليون جنيه او كذا. تمام. والتواصل مع هؤلاء رجال الاعمال وطلب منهم كل رجل اعمال يساعد في تطوير قريته. ولا مانع ان احنا نضع اسم هذا الرجل الاعمال على المنشا او الكيان اللي هينشئه او هيساهم في انشائه. مفيش مشكله. على الدوله المصريه من خلال وزاره الهجره ان تتواصل مع كافه العلماء المصريين المهاجرين للخارج، وحصر الى اي قريه ينتمي كل عالم من هؤلاء العلماء والتواصل معهم في للمساهمه في تطوير قراهم. اعتقد انه عالم كبير زي زويل الله يرحمه مثلا او زي الدكتور مجدي يعقوب لما تقول له قريتك سوف يعني بحكم الانتماء وبحكم التربيه القديمه سوف يقدم اما افكار مستنيره للتطوير واما ان ياتي بمنح من الدول التي او الدوله التي يتواجد فيها الان للمساعده في التطوير.
على وزارة الصناعة أن تقوم بعمل خريطة كبيرة جدا للصناعات الصغيرة والصغيرة والمتناهية الصغر، ومع وضع الفروق النوعية بين القرى وبعضها. أنا ضربت مثلا بقريتنا، أنا قريتنا اسمها كف الشرفة الإبلي، مركز شبين أراضي الأليوبية. قريتنا فيها حوالي 150 شركة عاملينها شباب لعزل الأرضيات، فهل ممكن الدولة تساهم في إنشاء مصنع صغير لإنتاج الخامات اللي تحتاجها هذه الشركات؟ ويبقى نقدر نعمل ده في كل القرى المصرية. يبقى ده عارف حضرتك انه الصناعات الصغيره والمتناهيه الصغر هي التي نقلت الصين الى ان تصبح الان العملاق الاقتصادي الاكبر في العالم. طبعا على وزاره التضامن الاجتماعي ان تقوم بعمل رصد حقيقي للفئات الاكثر احتياجا، ليس لمنحها معونات على سبيل التكافل وكرامه، لكن لدمجها في مشروع الاكبر اللي هو الصناعات الصغيره والمتناهيه الصغر. يبقى انت بتدبر عمل لهذه الفئات فترفع عن كاهل الدولة فكرة المعونات، ويبقى تبقى فئات منتجة. حاجة الفكرة اللي بعد كده ضرورة عودة الدورة الزراعية. الدورة الزراعية دي اللي كانت بتحافظ على التركيب المحصولي لمصر، واللي كانت بتمنع تفتت الرقعة الزراعية. وفي سنة 85 من القرن الماضي أجبرنا الصندوق النقد الدولي على إلغاء الدورة الزراعية، فكنا بنزرع 2.4 مليون فدان، اصبحنا بنزرع 120 الف فدان فقط، لانه الدوره الزراعيه اتلغت، واللي بيزرع فراوله بيزرع كانتالوب اللي بيزرع اللي هو كل واحد. فعوده الدوره الزراعيه تعيد التركيب المحصولي القديم اللي كان القطن جزء كبير جدا من اقتصاد مصر. اذا كان ده جزء الاقتصادي الافكار، في افكار بقى ثقافيه. انا طلبت بانشاء مكتبه في كل قريه مصريه، ليست مكتبه للاطلاع ولكن مكتبه لتقديم الانشطه الفنيه، اللي هي فكرة المكتبة اللي يعني تبقى بيت ثقافة أو قصر ثقافة مصغر، إعادة الروح للثقافة الجماهيرية. الثقافة الجماهيرية دي اللي كانت مسؤولة عن توصيل الدعم الثقافي والفكري للمستحقين في القرى والنجوع. أعتقد أن الرئيس أتكلم كذا مرة في كذا مناسبة عن الثقافة الجماهيرية، وكانت دي فرصة كبيرة جدا لإخواننا في وزارة الثقافة أنهم يعيدوا تطوير الهيئة المهمة دي. الحاجة الثانية انه لابد ان احنا عندنا عشرات الالاف من الدعاء بيصعدوا المنابر في المساجد، اغلبهم بيخطأ في اللغة العربية، اغلبهم ثقافته يعني الفقهية وثقافته العامة ليست جيدة، فلابد من عمل دورات لهؤلاء الدعاء واختبارات، وتقديم مكتبة لكل داعي هدية، مكتبة فيها الثقافة الفقهية وفيها الثقافة العامة، مكتبة مصغرة. صح. الفكرة اللي بعد كده هو العودة لدور التوعوي للهيئة العامة للاستعلامات. أنا وأنا طفل في قريتنا كانت بتيجي هيئة الاستعلامات معها جهاز عرض سينما قبل الكهرباء نخش بلدنا، وتعرض لنا افلام، اما افلام تسجيليه اما افلام توعويه اما افلام دراميه. النهارده الهيئه غايبه من سنوات طويله جدا. الفكره الاخيره هي انه القنوات الاقليميه زي قناه اسكندريه التلفزيونيه اللي هي تبع الدوله، اللي زي اسكندريه وزي طنطا وزي المنيا وزي الاسماعيليه، هذه القنوات يجب ان تصبح صوت الفلاح والعامل، وايضا ان تقدم رساله الدوله للفلاح والعامل في هذه القرى من خلال برامج تلفزيونيه تجمع ما بين المضمون الجيد والجاذبيه في الشكل عشان تقدر تنافس القنوات الاخرى. دي اكثر من 10 افكار يا استاذ يوسف قدمتها الحقيقه في المقالين اللي كتبتهم في مجله المصور، واعتقد انها مقالات مهمه وتجعل هذا المشروع ينجح نجاحا كبيرا جدا. مظبوط فعلا كلام حضرتك، يعني حضرتك يعني بتدخل في الموضوع باستفاضه جميله جدا عشان برضو نوضح لمشاهدينا. فطبعا يعني ان شاء الله نرى الافضل والافضل في تطوير لهذا الملف، ونرى حياه كريمه فعلا لكل مواطن. طيب الحقيقه استاذ محمد يعني احنا خلاص وقتنا بيقترب، ولكن في يعني خبر مهم جدا برضو حابين حضرتك تناقشنا فيه في عجاله. احنا الخبر اللي معانا بعد كده مشاهدينا: 8 قرارات عاجله للحكومه، الحبس والغرامه عقوبه الباعة الجائعة دون تصريح بمحطات السكة الحديدية، والموافقة لوزارة التعليم العالي على شراء أجهزة علمية، وتغيير الغرض من استخدام مساحة أرض بالشرقية. الحقيقة طبعا أستاذ محمد يعني احنا القرارات اللي اتقالت، بس احنا يعني أول قرار ده قرار مهم جدا، وهو الحبس والغرامة عقوبة الباعة الجائلين دون تصريح بمحطات السكك الحديدية. طبعا احنا ضد يعني ان احنا يعني الناس ما يعني ما تاكلش عيش زي ما بيقولوا، بالعكس ده حاجة يعني احنا محتاجين كل الناس يعني حضرتك أوضح لنا ده. يعني أنا غالبا بتحفظ على فكرة العقوبة قبل تقديم البديل.
يعني الدوله الحقيقه في عملت مثلا مول ضخم في الترجمان، ارض الترجمان للباعه الجائلين، وحصل مشكله انه المكان كان بعيد جدا، ما عندوش موقف ميكروباص، ما عندوش موقف اتوبيس، ما عندوش محطه مترو. فانت في كل دول العالم المتقدم في الاسواق الصغيره دي بتبقى في موجوده يسهل اليه، يسهل الوصول المستهلك اليها. فانت قبل ما تفرض عقوبه، والحقيقه دي مساله واضحه في اداء الحكومه في بعض الاحيان، يعني لقدم البديل، ومن يخالف هذا البديل الذي يستطيع ان يضمن له لقمه عيش يعني نظيفه وحلال يبقى يستحق العقوبه. فاحنا دلوقتي لابد ان احنا يبقى عندنا برضه رصد كامل بهؤلاء الباعه الجائلين اللي موجودين في كل الجمهوريه، ولكن يكون في بديل، واقدر اعمل الحكومه تعمل وسيله اتصال ما بين المستهلك وبين هذا البائع. المستهلك محتاج هذا البضاعه اللي عند الباعه الجائلين، والباعه الجائلين محتاجين ياكلوا لقمه شريفه ونظيفه، بدل ما نمنعه فيتحول الى بلطجي او الى نص. خدت بال حضرتك؟ فيبقى احنا قبل العقوبه يبقى يجب ان نفكر في البديل الامن والمحترم الذي يربط ما بين المستهلك وبين هؤلاء الباعه الجائلين، حتى نمنعهم، لانهم بالفعل وجودهم في المحطات وفي وسائل المواصلات وفي الشوارع اسلوب غير حضاري، لكن علينا ان احنا الدوله نفكر في الاسلوب البديل الامن والنظيف. كلام منطقي وكلام فعلا يعني محترم من حضرتك، اللي احنا فعلا مش يعني احنا مش عايزين نعمل اي حاجه يعني تسيء له، ولكن احنا محتاجين فعلا البديل اللي هم يقدروا ياكلوا ويشربوا ويعيشوا حياه كريمه بالصح، مش اللي زي ما حضرتك قلت مثلا ممكن لا قدر الله يتجهوا لامور اخرى. احنا مش حابين نوصل لده، ولكن فعلا احنا واثقين في الجهود اللي بتقوم بيها الدوله ان شاء الله يراعوا هذا الملف. استاذ محمد، يعني طبعا فعلا انا دايما يعني ببقى مبسوط وانا مع حضرتك، وفعلا حضرتك تحيل يعني حضرتك للاخبار وبيكون كمان بعوامل وبي يعني حاجات جدا مفيده للمشاهدين، فطبعا كل الشكر لحضرتك، ويا رب تنتهي هذه الجائحه على خير ونلتقي بحضرتك مره اخرى في الاستوديو ان شاء الله. يعني ان شاء الله تحياتي لكل الاصدقاء في القناه، يا رب واشوفكم على خير ان شاء الله. يا رب نشوف حضرتك بكل خير. انا بشكرك جدا الاستاذ محمد الشافعي الكاتب الصحفي والمؤرخ، بشهدك شكرا جزيلا. مشاهدينا بكده خلصت فقرة الصحافة، وأيضا خلصت حلقتنا النهاردة من برنامجكم صباح مي. إن شاء الله الأسبوع القادم مع صباح مي جديد، وأشوفكم بكل خير وصباح الخير.